السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. عادة أقول صبحكم الله بالخير، اليوم مساكم الله بالخير. ما نزلت من حجرتي إلا الحين، من دخلتي البارحة الساعة 12 في الليل لين الحين توني ظاهر من حجرتي. جلست ناش الضحل عالي بيني وبينكم، وتميت أبوي متيلق على شبريتي، الحين بنش بعد شوية بنش، الحين بنش بعد شوية بنش، وما نشيت إلا عند أذان الظهر. ما في شيء، الأمور طيبة وكل شيء زين، كان سبحان الله. ما أدري كيف المود، والله أنه كل شيء زين، المود زين، لكن العيازة أو الهيازة. الحمد لله نافع الله، نفعنا هالطربال وهالتقطير. Good morning محسن باشا. Good morning. How are you? I am fine. ما بصورك. كيلس. ما بصورك. I am fine. Fine. So fine. So fine. كمان so fine. ليش تأخير هذا اليوم أنت؟ لا today. ليش؟ كان عندي غسيل. شو يعني كنت كان عندي غسيل؟ بس. وبعد شو؟ ما شاء الله. شو ما شاء الله الخشكات. شوف الخشكات تبارك الرحمن. وهذا اللي حفظكم السكري. سكري. وهذا ومعان. هذا انك اظني خلاص. اللي هذا هو الخشكار. وحين بنعدلكم قصة عن الخشكار. الحين رشيد نجيبها. السلام عليكم. عليكم انزين. هذا الحين يوم تودي الكم ناس فرحان؟ ايه ما شاء الله نفرات فرحان عاد عمال يريد. اذا انا ما يودي وسيلة تليفون رشيد رتب وين؟ والله؟ ايوه. جزاك الله خير. وسيلة تليفون بعدين انا مشكور يا رشيد. شكرا. بارك الله فيك. وايد ضروري يوم تشي عندكم تصير برايك. اوكي. تصير. ولا تبي تكلمني؟ تبي تكلمني؟ لا. صبر واحد دقيقة. أقولكم وايد ضروري يوم شيء رطب عندكم ولا شيء تعتبرون صدقة شيء وايد جميل. أنا أتحرى والله ما يفرحوا بواي. يخبرني رشيد يقولي بابا وايد يفرحوا يوم ما يوم يتأخر عليهم يدقون له تليفون يقولوا له بلاك ما جبت لنا رطب. اللهم اجعل دفاعة بلاء عن هالبيتي وعنكم عن أمة محمد أجمعين، عن دفاعة بلاء عن البلاد وعن العباد وعلى من سكن في هالبلاد وصدقها إن شاء الله عن الأحياء وعن الأموات يا رب العالمين. فوايد ضروري أن يتم شيء وينعق أو يتودن فيه محرة يوم بتشوفون شيء عندكم وزايد عن حايتكم. وأنا أفضل أنه تودون تعطون حدا الدريوليكم يودي الصناعية الكام الشركات يفرحوا به. والله أني يفرحوا به شيء أنك يعطيهم طاقة في وقت في وقتها الظهر وقتها يكدون عمارهم يعني مغتربين عن هاليتهم وعن حريمهم وعن عيالهم بعد غربة وكربة وما شيء يرطب ما يستوي. غربة وكربة وشيء يرطب زين. بارك الله فيكم. ايه بتقول ايه؟ يعني هو الرطب اللي هاول عليهم الغربة والكربة؟ هي الرطب هذا بقف في وقتها ما عمليش حاجة ليه؟ غربة وكربة ورطب وكلهم فيه الحرف الراء وكلهم ما تعرف لهم. نعمل لهم ايه؟ زين عد قولهم مرة ثانية. غربة وكربة ورطب. لا بصوت عالي. غربة وكربة ورطب. غربة كربة رطب. غربة. لا صوت عالي. غربة كربة رطب. زين اظهر لسانك انت بتقول الراء. لا اوديه فين لتايمة هوقوك. يقولوا لي بلاكم اسبوع هذا ما تميتوا. كيف تم البلاد فيها حادثة مفجأة اللي هي فراق بنت خليفة يعلها الجنة الشاعر غوش بنت خليفة معلم من معالم الدولة ركن من ركون الثقافة والشعر النبطي والعلم والدين والطيبة والأصل والفصل والسمو والأخلاق
والعادات والتقاليد والتراث، هذا كله عمود من عمدانها طاح. كيف الآدمي بيروم يستلد في بحر ولا غير بحر، أو كيف بيروم ييلس في كشته أو يستانس شرق ولا غرب؟ مستحيل. بنادم نحن في الإمارات ترى إسرة وحدة. الإمارات كلها من مشرقها لمغربها إسرة وحدة. يعني أي خبر مزعج في بيت البلاد كلها تنزعج، تغادي مزعوجة، اليار، الصاحب، الصديق، حتى الوافد المقيم في الدولة يتكدر وضعه. كيف نحن بنروم ننبسط في بحر ولا غير بحر؟ لا والله شلينا شلولنا، وجينا البارحة وجينا نربع، جينا نربع إلى سنة في بيوتنا، واليوم إذا الله جعلنا من الحيين بنسير لين دبي وبندي واجب العزاء في فتاة العرب. الشاعر عوشة بنت خليفة، أخت معالي أحمد خليفة السويدي على الله يحفظه ويطول بعمره، وعمة عياله ناصر ومحمد وحمد والباجين الله يحفظه، ويمال الجنة الباردة بنت خالة خلف بن أحمد الحبتور، ويدة عياله وأم زوجته حمدة، أم زوجته حمدة بنت راشد السويدي، أم راشد يعلى الله يحفظها ويحفظ إن شاء الله عيالهم الذكور والإناث. عشنا وطر من استوينا لين اليوم ونحن نسمع. أنا روحي عندي كرتون داخل، كرتون ما بس سيديات، شريطات ميود من مليون سنة، وما راويت أحد من سنة دقيانوس. كرتون كله أشرطات قصيد حياة عوشة، الشعر النبطي، شعر إحساس المواطنة، إحساس الولاء، إحساس الانتماء، إحساس الطيبة، إحساس الأصل والفصل، إحساس العروق المتشبثة في هالأرض. يعني من تسمع حسها يعلى هالجنة قف شعر ينبك وتتمعن في قصيدها، شيء عجب لا صار ولا استوى من القمم يعلى هالجنة، وفقدها فقد ثروة هائلة. فالعزاء للحكومة حكومة وشعبا، العزاء لكل بيت، ما بلا للأهل أهلهم وقرايبهم وأنسابهم، لا العزاء لكل بيت. بنت خليفة فقدها ما بفقد إنسان عادي، كل الناس خير وبركة، لكن حد من العرب يسوى طائفة، حد من العرب صيته وسمعته تغطي عن الناس كلها. فكم تلاقيت ويا عرب اللي ساروا وياهم في سفرات وسيرات وييات، أيام على البيشان وأيام على سفرات في أرتشاب وأيام التشري، وايد الرمس كم لقت عالم كانوا يرمسوني طول حياتي على اختبار عن طيبته وعن ثقافته وعن قصيدها وعن حتى عن أحلامها تتوارث الأجيال وتربع. هذه ثروة، كنز يجب أن يدرس في الجامعات وفي الأكاديميات، وايد ضروري. اليوم إذا الله جعلنا من الحيين نبي ندي واجب العزاء في دبي، أول بعدين نعزي عمارنا ونعزي حكومتنا ونعزي شعبنا ونعزي الكون كله، الكون ما بلا الإمارات، هاي فقيدة الوطن العربي، لأنه ما تكرر شرارته اثنين شرارته ماشي. يا مال الجنة الباردة يا بنت خليفة، يا مال الجنة الباردة، يا الله يغفلك ويرحمك ويصبر محبينك وهلك على أفرادك. أمس معنا من أمهاتنا وخالاتنا والناس اللي خصونا عن سيراتهم وياياتهم في الزمن اللي خطف، وربعتهم ولقائهم فيها في السنين اللي خطفت، يعني كل ذكراهم كانت عطرة، كل ذكراهم وكل طاري أي عن عوشة بنت خليفة إلها الجنة
كان شيء جميل، وكان شيء شيق، وكانت لها مكانة ولها قدر عند الحكام. ناهيك عن الشعب، عند الحكام لها قدر وصيت وسمع، لأنها هي أصلا من علية القوم، هي لها الجنة من علية القوم. اللهم اغفر البنت خليفة وارحمها يا أرحم الراحمين. فالحين يتطلت أعماركم حصة الغداء. محسن أبوي ممتعد من الغديات، قال أبوي أنا عيست جيج من اللحم. إنزين لو نقول هذا سمك ما يبى، يقول مش عاوز بالأول، وعقب أبوي يرد ويطحن لحم. فضاربت النشرات الغيرة ويطورج دمبك ساير دمبك ياي، دمبك ساير دمبك ياي، يطورج على الحمامات. الله يعز الملائكة والسامعين. وحينه جت فترة هذا تحيدونه الفقع، الفقع أبوي مفرزن من يوم هاك الأيام. ها شوفوا الفقع مفرزن ورقم واحد، تحراه توه ميلف ومخدوم. هذا الفقع تعيدونه. وهاي الشوربة اليوم شوربة باسيلا خضراء، شوربة باسيلا خضراء على ما تشوفونها. اللهم لك الحمد، لا زيت لهمك الله، لا زيت لهمك الله، لا هم يحزنون. هذا رقم واحد الحمد لله. مثل ما قلت لكم هذا عاد يوصى عليه الدكتور. ترى اللي تخبرون عن سر الترابط الأسري بين شعب دولة الإمارات، ترى ما يوجد فيك انت يا ابو ظبي عائلة الا بينهم وبين دبي نسب، بينهم وبين راس الخيمة مخول، بينهم وبين الفجيرة بني عم، يعني كل هالبلاد متجانسة بعضها مع بعض. السودان ويا البومهير، البني ياس ويا البوفلاسة، كل الطوايف، كلها الطوايف. فلذلك تلقط العروق كلها متواصلة، تراها عروق. يوم يقولك والله فلان تربط بيننا وبينها عروق، هي تربط عروق، لأن دم ولحم وصل. لا تصير بعيد أنت، دبي روحها اسمها الوصل، فلذلك تلقط كل شيء ترابط، وصل أسري، وصل حياتي، وصل وصل دنيوي، نسب دم ولحم، بيطة وحدة. دولة نحن عندنا كلها بيطة وحدة، ما أحد غير عن الثاني، كلها كلها البيوت وحدة، أسرة وحدة. وأغلب الأسر الحاكمة من بوظبي لين الفجيرة متواخدين بعضهم مع بعض منذ الأزل، ما من العام والسنة ولا هذا الشيء مسوي جديد، لا منذ الأزل. حياة راشد بن سعيد حاكم إمارة دبي، يعله الجنة الباردة، ماخذ الشيخ لطيف بنت حمدان، آل نهيان، وهو حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بنت عمك يا حياة زايد يعني، وكذا في عيمان والفجيرة وباقي أنحاء الدولة وراس الخيم، كل هالدولة أبوي متواخدة. فلذلك تلقط الترابط قوي، مثل ما قال الشيخ محمد بن زايد على الله يحافظه ويطول بعمر أبو خالد، البيت متوحد، البيت متوحد ما يت من فراغ، البيت متوحد يعرف شو قال ويعرف شو مغزاه. وكل هالعرب الناس الطيبة لياويد يعرفون مغزاه، يعلى الله يحفظه ويطول بعمر أبو خالد. محسن رأيك في المطار؟ تحفة. شو حلو القهوة صح؟ طبعا. الله تعال يلا ماشي، لا تقول ما شاء عندنا مطار. ها أمطار ما شاء الله، أمطار الخير. ها ما شاء الله أمطار الخير. يلا ماشي مش معايا. ما شي طينة. أنا ماشي حيل. وبرايك؟ شيء من الهمة هذا مثلاً؟ تدرون متى تيمة؟ تيمة يمكن أظني بعد شهرين ثلاثة شهور. هب الحين هذا الكيت. الكيت هذا موسم يوم يوجف الهمة من الدنيا العودة كلها. أقبل هو
لذلك اللي بيزرع لا يزرع كله شيء كله يوجف مرة واحدة يوم يتكود مرة واحدة، لا الواحد يتثقف يسأل هذا متى وهذا متى وهذا متى. فلذلك كل من زرعت بأوقات متفارقة يعني الثمر تأكله وقت مثل الهلالي آخر شيء الهلالي والخصاب. فناس وايد يوم ما حد عنده هلا يوم ما حد عنده رطب هو مكود عندهم الرطب. يا محسن مطر ليه؟ مطر حيت مطرنا الحين على هوانا وين نباه حسنا برع باجي بس البرق والرعد استغفر الله العظيم. هني شيء مطر ما شاء الله بيتبرد زرع بيغدي. وين ساير ها كذاب من قاية وقع في الأرض بيتنا شيها من قاية مش عاد اخطف بالغة ولا يبغي صندوق الكنز لا هي لازم صندوق الكنز ما شاء الله رقم واحد اسمعون بالله عليك في مطر عندك تحف انت شايف شعر متجرق ازاي من المحر ها ده هذا اللي يقولك في فاي ده بابايا مين نوع اسم من انواع الشجر اسمه في فاي يا شوف ما شاء الله هب صبيب هباب يلحق الرشاش ويود شي مثل البخ في غدي وايد زين ما تشوف يبين ما يبين ما يندرى بس نخلي دقيقتين او ثلاث دقائق بس تبند ما شاء الله الحمد لله الزراعة بخير العام مثل هالوقت متشلوطة الزراعة العام هالوقت مرة الدنيا كلها محترجة ها قال لي برد بالمطر ما تذبك يا الله على التلشر ما بدوره مخلص شو ما شاء الله الزيتونة على قولك حد نلعب جوافة 6 أمتار واصل شوف 6 أمتار توصل ولازم يبقى الهرش اللي يقول الزيتون عندهم كل دود ليش دود لأن أبوي ما نرش أول ما يسوي الورد ينرش ودي وحدة وعقب يوم بيغدي كبرت اللومية الخضراء وعقب أبوي آخر مرة يوم جريب يزهب يرشوا 3 رشات له والحمد لله وتراكته وقت القيض ما تتقيض ابنه بتاكل نصيبك شو ما شاء الله ثم بعد هذا شيء مخر ها محسن شوف هذا ما شاء الله هذا كله زاهد هذا تعرف متى بخليه يقصونه باكر ولا ورا باكر بنسوي له روحه صندوق كنز ثاني حق صندوق الكنز هاك ممزور حلو المطر جميل أوي قال لي بارد من كثر المطر شو بك يا بني شو بلات من الحناية ها why you are laughing because it's raining in Abu Dhabi هذا الله يحفظكم الخشكار اي خلاص هذا الخشكارة الحين بخبركم جايتنا قصيدة من 4 أبيات عن الخشكارة ريال منصوري اعتقد منصوري كان طرش لي 4 أبيات بخصوص خلطة الخشكارة شو بالله عليكم نزلينا سووا عليه دعايات خذوا ليه في السوق كله واحتكروه وازموا ينزلونه او انه 30 درهم وهو جيمته 7 دراهم
شفطوا ليه عند العطارين كله؟ عين ابوكم انتو الحينه ما غنتكم المعاشات 60 و70 و50 ألف، ما غنتكم العقارات، ما غنتكم المزارع، ما غنتكم السيايير. بيغنيكم هذا ب10 ربيات 7 ربيات تشترونه وتكودونه وتحطون ارقام، واللي يبا والله الكريم هذا موجود. هذا ينان، هذه حاسيه، هذا قل حاسيه. يبو كانت صلت على الوادم ولا والله يبوك مكود في كل مكان، مكود في كل مكان. نشت عاد حين هذي اللي يتضربون عاد هاي، هذا يسمون المضرب، يتضرب ابوي في كل كبير وصغير. يدورون البيزة من سمونه كلب، يبون يظهرون البيزة من نقط كلب، ما يودهم يود. لا اله الا الله. بارك الله فيكم اللي مطرش لي بيتين القصيد، اسمه سيف المزروعي. سيف المزروعي من هالراس الخيمة، ومحتفظ في هالكم من بيت يقول سامع قارنهن في ديوان ليامع القصيد فيه حمد بوشهاب، هو ليامع القصيد هذا في عند من دواوين اللي مسوينهن حمد بوشهاب. وموجود القصيدة اسمها قصيدة الخشكارة، قصيدة الخشكارة، وهذه الخشكارة بنت عمتي الخنيزية. ماشي بينها وبين الخنيزية فرق أبدا، يا غير هذه تقيب خلاف، من ينوصف الخلاص باجي فيه الثلث. ابتدت أبوي تقيب الخشكارة، الحين عادة تلايا أظني 10-15 يوم وبيوجه في الخشكار. هم طرش اللي عادة بيتين القصيدة، هم طرش اللي عادة معناها، هب معناها القصة لما سرود في هذاك الآن. يقول لك الخشكارة هذه كانت خشكارة شيخ من الشيوخ، أعتقد شيخ خليفة بن زايد الأول أو حدا من حكام أبو ظبي الأولي، المهم اسمه خليفة. عاد خليفة الله وعلي يا ابن خشكار، القصيدة تقول يا خشكارة خليفة شوف الدهر خلاج. هي يا خشكارة خليفة شوف الدهر خلاج، فارق تيلك وليفة مثل الونيس احداج، فرق اللامة كليفة الله يحسن عزاج، انعاد شفتي شيفة ولا الحقيب اخوات، ما في الدنيا صريفة الا كثرة وزاج. يعني الله يحفظكم. الخشكارة هذه كانت موجودة عند باب الحصن، وكانت السير وتي عييز على هايك الخشكارة، وتنظف من تحتها وتلقط الحشيش ليرقى اليد وجدا أطراف الخشكارة، وتعدلها وتزينها. وفجأة ابتدت تهيف هايك الخشكارة، ترى هذا في علاقة روحية بين الشير وراعيه، بين الزراعة واللي يدور باله يدير باله على الزراعة. فتوفت الحرمة هايك العيوز، فالخشكارة كانت عند قصر، عند بوابة قصر الشيخ خليفة بن زايد الأول. فخطف الرجال، هاي يقولكم من هلل البطين، خطف الرجال شاف الخلا هايفة، فعد القصيدة هذه، عد هالقصيدة وقال عادة، لأن شاف فمدوية وشاف هايفة أطراف زورها وخوصها ويريدها، شاف فمتكلفة الخلا اللي هي الخلا الخشكار. فعد القصيدة هاي يا خشكارة خليفة شوف الدهر خلاج، فارقتي لك وليفة مثل الونيس احداج، فرق اللامة كليفة الله يحسن عزاج، انعاد شفتي شيفة ولا الحقيب اخوات، ما في الدنيا صريفة الا كثرة وزاج. يعني هذا اكتشف انه اللي تدير بالها العيوز على الصرمة هايج اللي هي الخشكارة ما تمتتي، ما حد يتعبل منها، لا حد يسجيها ولا حد يتعبل منها، فهافت. ويقولون انها ماتت لحقت بالعيوز. العلم عند الله، العلم والصدق من عندهم، انا ما اعلم الغيب، لكن يقولون يخبرني الرجال، يقولون الحب يوم استخبروا وعرفوا ان راعيته، هب راعيته اللي ياس متعبله منها توفت، فلذلك هافت وماتت. سبحانك يا رب. هاش عندك
الحمد لله على سلامتك يا هلال. انا شايف ان خالد الخلدي واخدك مننا خالص ومختفي، فيا ريت يعني سيبك شويه لينا. مين المصريين؟ ومصريين انا مش عارف مين المصريين بتقعد معاهم دول، يعني مش عارف يعني 10 ومش 10 والله تقريب. تقريبا تعدينا سيح شعيب العينة قدامي، الله يحفظكم سعادة العقيد محمد حسين الخوري أبو خالد، وسعادة هلال بن محمد القبيسي، وياي ها ما تشوفون كابتن محسن. لا هلا ولا مرحبا. الله يخليك. هذا مين؟ حرامي تحرق. لو درع مير شك جيبه. أقول لكم إن شاء الله قريب إن شاء الله بنوصل. وقالوا قوم أبو خالد وهلال، قال أبو خالد وقال أبو محمد إن اليوم بنعزمكم عقب خلاف العشاء في دبي مول. قلنا لهم ويهدأ دبي مول عني أنا ببات اليوم في دبي. وين بعدني ما قررت ليش بات عقب المغرب. الحين عقب ما نصلي المغرب عين الله خير بخبركم شو سبب بيتي، وباكر برنامجي وين بيكون في دبي. باكر شيء برنامج ينفع ناس وايد ان شاء الله، البرنامج بتحصل نفع للي ما عندهم خلفيه عن الموضوع. انا عنوتي اني انا اوقع اوراقي روحي واخبر العرب للي يبون ينضمون الى هالبرنامج ان شاء الله. هذا قدامي الحين، هذا ابوي هلال بن محمد ومحمد بن حسين الخوري، ونحن ابوي وراهم. الحين تلاقينا ترى تدرون عين الحين باهرين والله عقبهم، ما ادري كيفهم وصلوا قبلنا. باهرين عقبهم، هم ظاهرين عقبنا وصلوا قبلنا. اتوقع اني بحجز اليوم في رينيسانس، فندق الرينيسانس يمكن احجز فيه، وباكر اتغدى في هذا شو اسمه المطعم هذا مال السوشي، يمدحون مطعم سوشي فوق الدور 20 مال 23 جيت قبل ما يفتتحونه، شوف ديكوراته والدنيا. بتصور ايه محسن؟ نعم. بتصور ايه؟ بصور الشواقة. ليه؟ والعبايب هي عندنا زيها. ليه انت بتصور؟ عشان تقول لي هتقول لي مامتك ايه؟ انا في الامارات. اقول لي مامتي ايه؟ مش امي مش هتشوف اصلا الحاجات دي. ليه؟ بقلبنا يعني هتشوف الحاجات دي فين؟ اوريها لما انزل الحاجات دي. دبي عجوبة من عجائب الدنيا السبب. والإمارات ككل يعني، لكن دبي ما شاء الله بصفة خاصة يعني. بسم الله ما شاء الله. زين أبو خالد كيف حالك؟ طول عمرك. كيف أنت؟ سلمت الله سلمت الحفظ. وقفنا بعيد شوية. الحين زين. شوف الله عليك المنطقة إيش قال قدة فنان؟ أقول لك الله يعين العالم كيف بكون. لا ترى كل حد بيته موقف. ماشي المواقف. تشوف الدنيا، شوف العجب، شوف العجب. يعني هذا مسكين يس. ها؟ هي ما شاء الله هذا مسوي عضو عواضد في بيته. النخل تبارك الرحمن. هذا فنان من فناني الإماراتي على الله يحفظه. شاعر. مطرب. خالد بن محمد. مطرب قديم شعبي رقم واحد. خالد بن محمد. هذا ابوي مطربنا. كيف حالك الله يحفظك؟ كيف انت؟ تشرفنا بك يا اخي. ابرك كم ساعه اشوفك. هذا اللي يسليني كلامك. يعلني ما ذوب حزنك. شوف الشاعر الحين الشاعر. ايه. الا السلام. الا السلام يرد
ويعاد ولا المحبه مو محله محله لو لك بنينا القصر شداد ما تعذر ما تستجد اي الله الاول تساوي من بغداد وارض اليمن والشام وارض عمان اي عمان كله بعد اليوم ما تسوى لك قناد لينحدم من راس دله هذه تشرفتني انا غنيت في بداياتي هذا الزين يا مرحبا وسهلا الله يرحبك على فضله الله يجمعنا وياكم على خير امين يا رب العالمين وصلنا الحين يا رب اللي خارب وفر لي داخل العرب شيخ فيصل القاسمي بن بشر الله يغفر له هذا ما شاء الله هالشاب الفنان اللي جاي من دار لينديره ما زين له مصره يا ابوكم على الله يحفظه لا ما يوز عن سوالفي انا يوز عن سوالفي زين يلا حب له صوره صوره اللي تبى مره اللي تبى يلا بيه سعيد يلا حين وعيلس ولا واجف كل واحد ما عندي مشكله هذا ما شاء الله عليه هذا الولد شاب الوسيم اللي ما حد شراته على الله يحفظه شوف الزين ابوي شوف يوم يقول لك المال يتبع المال والقمر يتبع الصيبان شوف الزين عدال ما شاء الله الزين شوف الساع ما خرب يا ربي النوخذ اسمك افتضحت يا النوخذ ما حد ما يعرفك الحين انت ليش متصف يا لك ادمي ايش تباني انا متوحني بك تصوير الحين وين ميلس عزه وانت هي لابس شرخ صور هذا يعني ما فيك حيله صورت عد خل عاد نوخذ هاي مره اي حافظ عاد نوخذ شو هاي الصور القديمه هي الشيخ راشد يا رب باجي ما اعرف مستحيل اعرف حد منها انا وخذه اقول لك عود التم ابوي ظاهر من غزر مال ابوي العود اللي ظاهر من غزر مال شوفوا ايش قال يفوح يفوح ويطابخ ابي يحرج بالعيون ثاني اكسيد الكربون ريج لا ابدا ريحته يا ابو يا ابوك ريحته تضرب في خمره الراس غير نمون حرام تبرد فيها الدخنه ولا تحرقك عيونك الله يحفظكم محمد بن سعيد بن مسلم القبيسي محمد بن سعيد بن مسلم القبيسي هذا أبوه وحياة أمه موزة بنت هارون موزة بنت هارون القبيسي أمه وحياة أمايا بنات خالة هذا اللي تشوفونه الرجال رجال طيب وخير ويودي طايفة من راس قوم ايوه الناس كلها خير وبركه غير هاير ابوي من راس قوم ايش اسمك انت يونس يونس ها موجود عندك على انستغرام بعد ما شاء الله اليوم الفيديو موجود زين صبر يونس هذا كرك نعم زين وهذا الخضر هذا الخضر بيستاج او فستق زين وهذا شاي حمر اها هذا الليمون غراس ليمون غراس شكرا يا يونس بارك الله فيك حليلك يا يونس يقول ما شي زحمة يقولون تبين مرة ما شيء زحمة يوم السبت سياي اللي خارج أكثر عن اللي داخل يا ربي ويبن ألقط موقف يقولون ما شيء مرة 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 الدنيا ترقرق الناس كلها مسافرة وين الناس كلها مسافرة هذو عباس على دباس يا هي سالف يقولون ما شيء مكان يا يعني يقولون المكان كله مكود والباركنات يعني مكودة
ما فضلت البلاد الناس كلها مسافر. وين مسافر؟ وين مسافر؟ لا شيء مكان اصلا سيد الباركن سيد تو اكثر عن ما ادري كم. ها شو بدايه من وين لين البوابه هذا كله لين واحد. يقولون السبت وان ما شيء واد ولا شيء عرب. طاح السيارة مرد فيس السياره بتفر السياره السياره بتفر السياره. واخيار باركن ما مره الا هنيها اول العرب حطونا حافظ عليهم هل دبي يموت. ها شو يقول ركعت سوك باركن ما بلاني ما سوى الباركن عشان ما نضل سيارتنا سوى محسن. طيب فريد يا المكروه ابو محمد سلام عليك ايش حالك تاخرنا؟ لا والله الحين اشغلنا ابوي ابو خالد الله يحفظه. ايه 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 انت محسن محسن باشا السلاح دار السلاح دار باسمك احمد دنال شاف الشرطه قاعد على القران. ها شاف الشرطه قاعد على القران. هي لان شفتي شفت لو فري استغفر الله العظيم. لا تكذب لا تكذب محسن محسن شفت لا كذاب من عينك. علي صوته بعد يقرا علي صوته يرتل حبه حبه هديه. يوم يقولون والله دبي ما فيها واد طال امك لا اله الا الله. ها يا ربي وين عيالي يقولون سافر؟ ما حد مسافر ابوي ما حد مسافر الدنيا كلها موجوده. حاضر يعلم الغايب اللي يقول ابوي دبي يوم السبت ما فيها حد يقولون المولات تصفر. ها يجون يطمشون. ها برفع الكاميرا هناك يا غير يا غير وايد الحريم وايدات هذه يا غير تحريمت عنافيز من كثرهن. يا ربي يا ربي سبحانك يا رب. شوف الزحمة يقولون ماشي زحمة دين يا ابوي. ها مرد فيس بالرغم ان اليوم السبت مفروض يكون اقل العرب. شو ما شاء الله اخوك عنده مشتل في الفتيرة. اي نعم مشتل وادي دفتر ما شاء الله عاد شو مزرعة عنده كل شيء عنده بالله عليك العالم يجيب. شوف انت مقوى مقوى على فكرة يعني هو دائما يعني يذكرك بالخير ويباك الزوره عيوني تي صوت مسافي حياك ما عليه خلي يقدم لي دعوه ما يهمك خلي يكلمني وتيكم عيوني. انت من هالوين ابوي؟ انا من الجيران مسكمكم مسكمكم قول لي مسكمكم نعم. وراكم قبر هذاك يسمونه من؟ شو اسمه؟ قول الشرجي تعرفه؟ هيك طبعا الشرجي الشرجي اللي يشتغل ابو ظبي. منو منهم؟ محمد اسمه؟ محمد شرجي والله مالكم من ابو ظبي وايدين ما شاء الله وايدين وايدين محمد بن سالم الشرجي وايدين ما يستوي انك ما تعرفه والله ما اذكر بس لو شفته بعرفه واحد فنان والنعم كلهم كلهم فيهم خير بركه يعني افداك امور سعيده رد السلام حبيبي الله يسلمك. شوف محمد شوف محمد شوف العالم يوم يقولون لو انه ما شيء اوادم في البلاد البلاد فضت. وين البلاد فضت؟ وين البلاد فضت؟ تبارك الرحمن. شو ها؟ 90% كل سواح في المطاعم حاليا حاليا 90% كل سواح والمواطنين عادي يتعشون من عقب الساعة 9:30 10 والحين ما شاء الله اللي يتعشون لجانب غير بان بين المغرب والعشاء. زين هاي فرصة عندك اذا بتصور هاي الاكواريوم هذا ما شيء من اثنين والله ما اصور لا تقول ما قلت لك. اي سويت وين سويت؟ سوي خلاص ايه ما يخصني لا تقول ما قلت لك هاي فرصه لن تتكرر. محسن نعم. الله يرحم ايام الكبري وتحت الكبري والقهوه اللي فوق الكبري وال ابو قريون واليوم لا دوري ما فيك حيله. سبحانك يا رب اللهم من عقب تحت الكبري اليوم لا دوري بيمول ودبيمول بعد ها ما تشوفك تصور صور مول يا جماعة يا جماعة صوقت صوقت أهم شيء دبي. زين أبو خالد شيء سفرة ولا حاليا لا ها عقب العيد عقب العيد وين أبو شقر بيصير لندن نبى مخوته نحن ها نبى مخوته معانا وين عادة؟ ميكانوس ميكانوس قول لي ايه. لا بيصير عند فريج ابوي هناك لندن ابوي بيصير كم من يوم محمد اقول لك بيصير ميكانوس ويا اذا عزمته اذا عزمته الساعه المباركه ميكانوس جايينها وديتين زين بروح
بتعيبك من اكل لندن زين زين الحين اذا قال بيصير الحي منو هو محمد خوري زين ترى وش المشكله تعال اذا بتصير الحي متى بترد خان عن سيره الحي الله العظيم انك انت وينه الحين البسيل الحي ولا بسيل ميكونوس الحي ميكونوس يستوي شهدوا علي يا من الحضارة أقولكم تعرفون الحين لو هالعرب اللي ياسين دور مداري خلق الله ما خلق لو ياسين في مطعم عادي هتلقطهم أبوي لا 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 الحين لأنهم في لدوري نازل عليهم وحي الأدب قاعدين يا أبوك يوم يرمسوني الصاصرون يقير أبوي رواعي خت وقت سف السراريد يا غير رواعي خت وقت سف السراريد شو عاد سف السراريد سف يسفن سفون سراريد سفون سراريد تي يرمز ما نحس ما له نحس وحين هالشباب كلهم يا غير حاطين سايلنت دمتكم سمعوا الطلب اللي طالب انه محسن شو طلب في دمتكم ها محسن طلبت منها ايه شيء ايه مرة تانية؟ كشري طول صوتك كشري أهل يعني الناس قاعدين في لدوري أنا أقدح لدولي؟ لدوري ها زين أنا بقولها صح على فكرة أدري أدري لدوري زين وطلبت عاوز إيه؟ شاي شاي إيه؟ كشري يا دي الفضيح ولدوري وشاي كشري؟ أنا عمل إيه هو ده اللي بشرب بالنسبة لسيرتنا الله يحفظكم بانكوك إن شاء الله بتكون تاريخ 5/8 طيارتنا الساعة 9:30 الليل السير بيكون فيها أنا أذن كلمة أنا ومحسن على فكرة غلط هاي كلمة أعوذ بالله من كلمة أنا يعني طلع كذب أقول لكم أنا ومحسن هو أخوي صلاح وأسد دريبي 4 أنفار سكنتنا بتكون في الأنتركونتيننتال اللي في بانكوك روحة وين قرب سيام سيام الطرف هذا زين فندق أنا متعارف عليه ضاري الناس كلها تعرفه ثاني بالشدي سيرتنا يوم الخميس يوم الاحد بتصادف يوم الاثنين الصبح بنكون وصلنا بانكوك انا يلس من تاريخ 6 لين تاريخ 15 يعني 14 9 ليالي بالضبط اذا ضرب برد بيلس كم من يوم وخلاف ان شاء الله في احتمال كبير 90% اني اعيد في روما 90% 90 أو 95 قبل 90 خلاص بتعيد روما عند... والله أبو محمد في احتمال لو 1% إرادة الله غالبة كل شيء ما ترو النية بس موجودة النية موجودة والدعوة وياي إسلامي وإن شاء الله إن غدنا نظره قريب أقول لكم المطعم اللي هاك اليوم عزمني ياسر عليه ما أعرف ما ذكرت شو اسمه لكن في الدور هذا اللي تحت له دوري وخبرت أبوي أبو محمد وأبو خالد ومحسن باشا ولد سلح دار بنصير ابوي المطعم اللي سرنا هاك اليوم ايه الدور هذا شي سيدة اخر شي على اليسار ما اعرف والله شو اسمه كلها زحمة العالم كلها ابوي تريق كلها العرب شوف العرب شوفها كلهم قبلنا نحن شوفها مقيد اساميهم كلهم من 40 to 45 منت اول بادي خبرني شو اسمك لا اول شيء تعمني عتب منك حريم زين مره ثانيه شو اسمك هشام بثي محمد خضر والله والنعم صبر تصير مدرسه ولا ما تصير خير اي صف ما تكذب صف الخامس من الحين تكذب والله عد والله والله عبك لك صف يمكن خامس حصه تصير في الصف الاول ولا شو اي صف ما يعرف يلا حبيبي طالبينك مخالف عليكم السلام مرحبا سهلا شيء عيبني يوم يزقر يوم يطلبون فاتورة واكون انا حد جايني كمبانية هناك يدفعون ايه زين هذا نحن انسابنا هذين والله والله مشكور لا خليت منك حبيبي يساك الله ان شاء الله ان شاء الله من عيني احلى شيء عادي يوم وقت الحساب
يعني حد يزقرني. المفروض انت ها المفروض انت عزينا. لا انا ما ادحلكم المطعم فرق المطعم هي. يعني ايه لكن ما قلت كمان عاز منكم فرق بين العزيمه والمد مره بيزا من عندي انا انت تدري اني انا يتيم لا ام ولا ابو انت عندك ام وعندك ابو اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم مال اليتيم بتغرب مال اليتيم ويلكم من الله يلا فتغرب تغرب مال اليتيم هذا صبرته عليك هي انا وين محمد وين جيته؟ جيت هنا لايف بوك هذا يارك الله يا ابو محمد شو هذا؟ شوف الله عليك يارك الله يا ابو محمد زين اتغير هذا فنان زين ها؟ ها؟ زين ابو هريا عبد الله عبد الله محمد ابرك الساعات عبد الله بن مظفر نعم طال عمرك عبد الله بن مظفر العامري مرحبا يا ابو محمد ابرك الساعات راعي صوغه راعي صوغه والله والنعم ايش حالك يا اليوم الله يسلمك كيف انت؟ طول عمرك يا مرحبا يا مرحبا كم من ساعة كلهم بخير كلهم كلهم لازم اشوفك لازم بتروح العين تمر علينا عيوني تيكم نعم عيوني لازم يا رد السلام على فريجك الصغار والكبار مره ما خص مرحبا يا ابو اللي ما ذوق حزن سلف اشد معجبين انا منو شاب منو شو اثنين كانوا فوق اشد معجبينك يا بابا تقول اشد معجبين انا قال لي اه وانت صدقت يعني خلد 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 ايه مش معجبين احنا تقول نام قال لي تقول كده انت عرفنا عنه وانت صدقت عادة اكيد لا يعني اكيد انا صدق انا قال لي وشك لوجه ابابا وشك وشك ابابا ولا دريور رشد ابابا لا السواق بتاع وشك مش دريور وين تبونهم فقارة تصطلب مشيتهم يوم يدخلون المول شافوا هالنمون هذا كله اللي صالج وين بيغدي الرجال بخير وهو حاط فريوله هالنمون لابس هالبريويلاته ها وين بيغدي بخير منو بيروم يغدي بخير حتى اللي مشيت مشيت غضنفر بيتخمكر اللي مشيت مشيت غضنفر بيتخمكر نحط هذيل البوي فريويلاته يلين نبوي له مايلين هذا الواحد من يشوف فلان شوف العين ما بالك بيت مشابهن لا اله الا الله يطرح الشر والهيئات عين ابوه كثر عاد صليج قالوا صليج على يم على طرف شرق غرب ها كلهم يصالجن وايد صليج 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 لا ما الله من يلومهم يا ابوكم يوم يلينون ما بيلينون من هين ها واحد قد يبدا ذوب الرصاص بادو الله عليك. لا والله لا ما الله من يلومهم فقارة يلبس الريال بقدي ادلاغ وخرسان ولا هذا بعد أقولكم شفتوا مقطع يجلب اللي توني نزلت لكم إياه هذا المقطع هذا المقطع الصورة هذه هذا الله يحفظكم يتداولونها حاليا على السناب على انستغرام على اساس اني انا حطيت انا استكر على الرقم هذا ابوي انا لا يخصني ولا انا ابوي يازل يدوى ومدحته لا بيعه ولا اشتري ولا دل وين يبيعون يا ما يبلنا نحن من مكة يا غير الحين العطارين كل حد حط له رقم وكل حد حط رقمه وقال وحط صورتي عليه على اساس اني انا وان اللي اروجه انا ابوي شيء يازلي وبغيت للمسلمين غير لا يخصني لا في بيع ولا في مشتراه ولا بنا لي ابيعه ولا عارف منو يبيعه الله لا كثر من هالوادم اللي حاطين صورتي في النصيفه يقولون اني انا اللي اسوي تسويق هم تسويق يعني انه اني انا اسويها ابيع روحي الله يا ابوكم لا بيع ولا عندي خبر رب رحم الله مرة متفاجئين لها الكثر منو هذا بلعك المتبرض هالكثر حط صورتي وحط طوانيني أنا ومندوب عنبو يا الفضيحة مرة عادة يا قلوصي حاشك العيب مرخصنكم اللي بتلقطون أبويه حاط صورتي أو رقم سنابي وحاط أبويه رقم تليفونه ولا عنوان ولا عزراين مش أجله اتصلوا به وافتنوا عليه واغسلوا غسال الدهر في دقيقة هاي حياب الله عليه ياسين لي على الصراط المستقيم بعد قصوري يبيع دواء ما سمونه شي خصني
والله كم ما بلغ عليه هذا اللي يحط صورتي وحط رقم تليفونه يقولوا ان هذا مال خالد. ها ما انت لا ترمس الخرابه تقول انت القصه اللي صورته. ها شو بقول؟ قول مواجفها ظهر انت هاي لابس لبس جوتي مال ريايين عفان الله وهاي لك يا ربي اسبوعك مصغرونهن. كلكم الله ما شاء الله فنانات الله يحفظكم يا خير تنتم كلكم طقم واحد ما شاء الله عليكم. السلام عليكم هاو ار يو جود ما شاء الله عليك زين. بخير كيف حالكم؟ مساكم بخير. عندي مفاجأة لكم. مفاجأة متوقعة اوريدي من يومين جالس احن اني بي 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 وبركة من ساعة اشوفه لكن تمنيت يكون في ظرف غير هذا لكن ان شاء الله. انا 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 يومين ما سويت سناب وهذا اول سناب عشانك. هذا الثرى في الهيئة الله يحفظك يبارك فيك الله خليت من اسمه. ما يبالي رمسه ابويا ما يبالي رمسه ابدا. صنفت ورديت ابويا ابو ظبي. ليش؟ تذكرت ان عندي شغل يخص صلاح باكر لازم يتسوى لان الاسبوع الجاي الحين سفرنا يوم الاحد وماشي شغل صلاح يبالي ثلاث اربعة ايام لين يجهز اوراقه وهل بالغصار تسير وقع عندهم ورقه ان نحب اودي صلاح وهالكيت هالكيت فياخذ وقت. فلذلك رديت الحين ابو ظبي وموعدي في دبي أجلته إلى يوم الثلاثة. إلى يوم الثلاثة موعدي في دبي. تأجل إن شاء الله. ويوم ليش بعد ما بيوم الاثنين؟ لأن يوم الاثنين الله يحفظكم عندي موعد في جزيرة الريم. جزيرة الريم مستشفى بارجيل. جزيرة الريم مستشفى بارجيل. إيه في جزيرة الريم في مستشفى البارجيل عجوبة من عجائب الدنيا السبع. شيء لا صار ولا استوى. جايينه العام تعيدون اللي مسوين حق صلاح زراعة أسنان فيه هو دكتور حسان ركبوا الحدايد وقالوا لنا بعد ثلاثة شهور بيركبون الضروس. ركبوا الضروس من مدة لكن في عندهم أقسام قسمين ثلاثة هاك اليوم ما كان انزاهبات وإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين اليوم بشرح لكم علمهم وخبرهم خبرهم وعلمهم باليوم يوم الاثنين ورا بكره ان شاء الله.